ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء ليوم الأربعاء 1 فبراير شباط 2023. النهاردة يوم بيدعمك عشان تتعلم ويبقى سهل جدا وسعيد جدا ليك. النهاردة هتستوعب كتير من الحاجات، عقلك يعتبر مفتوح وسهل جدا تحل أي مشكلات بتبص ليها، لأنك هتشوف الصورة الأكبر والأوضح. ممكن تكون عندك مشاركة في الأفكار ووجهات للنظر ممكن تعتبر مرضية ليك، فيها تجربة تعليمية حقيقية جدا في اليوم ده، هتبقى بتساعدك وبتشجعك على كل الأشخاص اللي حواليك إنك تتكلم عن كل أحلامك معاهم وكل أمالك. النهاردة ممكن تتلاشى أي عوائق عاطفية عندك من خلال اتصالاتك اللي بتعتبر حساسة، وده كله هيبقى بيدفعك عشان تتفائل اكتر وتفكر اكتر في كل الحاجات اللي هتحس بيها قبل كده والغير ممكنة. الحاجة المهمة هو انك تدي لنفسك فرصة بانك تدفق الافكار الجديدة. وتعرفك النهاردة على الشبكات والدورات والانشطة اللي بتعتبر مش منهجية، على مفاهيم واسباب او اشخاص كتير جدد هيبقوا في حياتنا. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيستمر القمر في عبوره للجوزاء لغاية المساء، لغاية ما يدخل برج السرطان، وهنبقى مع القمر اللي في الجوزاء بنلعب بأفكارنا وهنضع خطط كتيرة. ممكن نبتدي النهاردة بأننا نتطوق لكتير من الترابط مع تقدم اليوم ده، هنبقى بنسعى علشان يكون عندنا ألفة مع قمرنا السرطاني، هنبقى بنتواصل مع كل احتياجاتنا العاطفية، ممكن نلاقي إحساس أكتر مع تشكيلة الشمس النهاردة اللي فيها هدف وفيها مهمة. ده كله هيبقى بيزيد من ثقتنا في نفسنا، ممكن يكون حتى من خلال اتصالاتنا عندنا رغبة في اننا نتعلم وننمو من خلال خبرات الناس اللي حوالينا اللي بتعتبر قوية وصحية. بيفضل انك تحل المشاكل النهاردة اللي بتبقى في يومك لغاية ما يبتدي القمر يتحرك ويوصل للسرطان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.